السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلف اللون، مرحبا بكم متتبعي الكرام. في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح تشوفوا معايا طبق صيفي سهل وسريع التحضير، اللي هو عبارة على بطاطا كوشة في الفرن. صدقوني ما راحش ياخذ من وقتكم 10 دقائق في التحضير، ويوالم كذلك لضيوف الغفلة. لتحضير هاد البطاطا كوشة اللي هي سهلة فعلا وسريعة التحضير، نبداو في المقادير. عندي هنايا كمية من الجلبانة، عندي هنا بطاطا قطعتها إلى دوائر، عندي هنا كذلك معها فصين من الثوم كبار ولا 3 يكونوا صغار، عندي قطع من الدجاج، تستعملوا أي نوع من الدجاج. كما هنا اللي كان الشيء متوفر عندي، كان عندي القطع تاع الصدر، تقدروا تستعملوها حتى بالأجنحة، راح تجي بزاف بنينة. نحتاج إلى زعتر، ورقتين من الرند، البصل هكذا مفروم هاوليك هنايا. بالنسبه للتوابل راح نستعمل شويه تاع الزنجبيل، الفلفل الاسود، توابل خاصه بالدجاج، شويه تاع العكري، وشويه تاع الكركم. بسم الله على بركه الله في طريقه التحضير. كما قلت لكم هاد لو غراتان هذا ان صح التعبير سهل بزاف. اذا نحط البطاطا ديالي هنايا، نحيتهم هذه باش يسكرفجا فيما بعد. نحط البطاطا، نحط الجلبانه، نحط كلش مع بعض، نحط الورقتين تاع الرند، الزعتر نخليها تكوتي، نحط الدجاج، انا فتحته هكذا باش يجي ساهل في الطياب. نحط التوابل هنا، نضيف البصل، حوالي حبة متوسطة في الحجم. وهذه البطاطا انا عملتها اليوم بالجلبانه، تقدروا في مكان الجلبانه تحطوا زيتون، جبنينة كذلك. طبق اقتصادي نوعا ما وسهل وسريع، الاهم فيه هو انه سهل بزاف وسريع. نسكرفج هذوك الفصين تاع الثوم كذلك هنايا، نضيف الزيت، ونضيف كذلك ملعقة صغيرة من لاموتارد أو الخردل اللي كنت نسيت ما ذكرتهاش في بداية الفيديو مع المقادير، اللي تعطيني البنة. تقدروا تستغناو عليها ولكن عندها بنة خاصة. نضيف كمية من الملح، ونخلط كل هاد المواد مع بعض هكذا، نخلطهم مليح حتى هذاك الدجاج وهذيك البطاطا يتشربوا كامل هذوك التوابل والثوم والبصل. لازم المكونات كلها تداخل فيما بعضها البعض. ديجا هكذا صدقوني ريحتها راهي ما شاء الله، التوابل هذيك نخلط مليح. هذيك الزعتره نحكها هكذا، هكذا نحي كامل هذوك الاوراق ديالها، ونخلط كذلك. بعد ما خلطت كل شيء، نفرغ كل المكونات هنايا في الطبق اللي راح للفرن هكذا. ننزل كل الكميات تاع البصل والثوم اللي قلت لي، هكذا بهذه الطريقة. هذاك الدجاج نطلعو للفوق هنا هكذا، ثم نشل هذاك الصحن اللي عملت فيه يعني حوالي نص كاس تاع الماء فقط، ما نكترش، باش نريكوبيري كامل هذيك التوابل هكذا. ونفرغو هكذا على جانب فقط. نخلط مليح، نزيد شويه فقط هنايا في الطرف، حوالي نص كاس تاع الماء، ماشي بزاف ما نكتروش هكذا. عليه وندخلو للفرن. لما نشوف البطاطا دخلها طياب مع الجلبانه والدجاج، نحي عليها الغطاء ونشعلو من الفوق باش يتحمر شويه هذا الدجاج، ونتلاقاو فيما بعد.
بطاطا كوشة هاي اللي هنا امامكم. كما شفتوا طريقة التحضير ديالها جد سهلة وبسيطة واقتصادية، تقدروا تحضروها حتى بأجنحة الدجاج كذلك، تجي بزاف بنينة. يعني من الأحسن هذه البطاطا تأكل ساخنة، كما تعرفوا البطاطا إذا كان بردت ماهيش راح تجي بزاف بنينة. وفي نفس الوقت كذلك طبق يوالم بزاف في الصيف. هذا هو الفيديو لنهار اليوم، إذا كان عجبكم خلوا لي لايك وتعليق. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة.